يا اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من شهوة صبية. ظهر لي فهمتوا شنو هو التشالنج نتاعنا اليوم، باش نعملوا عيد ميلاد نتاع قميرة، وباش نبداو يلا. جبت لي زانغريديون الكل، التابل كله في الغاز على خاطر قميرة تموت على الغاز، نتصور كيف البنوتات الكل. على ذاك اليوم قلت خلينا نعملوا جاتو بنين اقتصادي ما يشدش الوقت، في نفس الوقت حاجة ديما تبدا من الأم تكون حاجة ياسر بنينة وفيها هكا برشا روح وفيها برشا حب. دونك على هذاك اليوم باش نعملوا حاجة سهلة اللي هي النمبر كيك. اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا البات نتاعنا، باش نحطوها في الفور ومن بعد نحضروا لا كريم اللي هي زاده فيسه تحضر. في نفس الوقت باش نوريكم كيفاش هي بيدها الخلطه هذيك، باش نخرجوا منها برشا دي غوسيت اخرى. حضرنا هوني البات نتاعنا، باش هوني باش نستحقوا 3 كعبات عظام. في البات نتاعنا اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا 3 كعبات عظام تمبيراتور امبيونت، الكل في الروز، اما انا ما لبستش في الروز اليوم. كهو حال كوجينا الشعر ملموم مريول. طبعا بعد نحط الحطة عادي، باش نزيد معاها السكر كالعاده، نخلي لكم لي زانغريديون الكل مكتوبين في اسفل الشاشه. باش نحط معاها سكر فاني، باش نركضوا هذوما الكل مع بعضهم، ومن بعد باش نزيد الحليب والزيت وبقيه لي زانغريديون. بيه تويكا قعدت نركض فيها حتكشي ولا مستبيض شويه معناتها لو ميلونج نتاعي. هنا باش نجي السر نتاعها كعبه ياغورت ناتوريل والا ياغورت غريك. دونك باش نحط هذيا، باش نحط معاها الحليب، باش نكمل نحط لي كيدا بسخت الدنيا. واه ما صار شيء، نكملوا الموضوع. دونك باش نحطوا معاها الزيت بالاتاب بالاتاب. دونك تو باش نحط هذي الزيت الحليب كعبه ياغورت، باش نخليو هذوما يكملوا يتركضوا على رويحهم، واحنا باش ناخذوا الفارينه والكاكاو واللوفور ونصفيهم الكل مع بعضهم هكايا، ومن بعد باش نزيدوهم بالبريباراسيون هذيا. سير راهو الباز نتاع الجاتو هذيا السهله على الاخر. دونك هنا خديت التامين نتاعي باش نحط فيه الكونتيتي نتاع الفارينه، ونحط معاه الكونتيتي نتاع كاكاو. لازم كالعاده الكاليتي نتاعو تكون باهيه، كان انتم تحبوا تعملوها ناتور بلاصه الكاكاو معناتها الدوزاج نتاع الكاكاو والفارينه حطوه الكل فارينه. اه نصفيوها الكل مع بعضه، وهذا باش نبداو توا نزيدو فيه البريباراسيون نتاعنا بشوي بشوي. كملنا كالبات، تويكا باش نحطوها في بلاتو. شو التكستور نتاعها محليها جيت. اقراوا حسابكم ديما البلاتو لازم يكون مفرطح شوية. علاش مفرطح؟ على خاطر باش نوريكم حاجة انا عملتها باش انتوما تفهموني علاش. خاطر باش نعملو نمبر كيك باش نجمو نقسموها على زوز، ناخذو معناتها منها دو بارتي دو كوش صحيتكم. بيه الجاتو نتاعي توا باش نحطو في الفور، ديجا هو خليته يسخن 180 درجة الفوق لوطا، باش نخليه ونتعداو احنا باش نعملو الكريم نتاعنا. بي هنايا انا سبقتكم وحضرت كريم شونتي خاطر ساهله كريم شونتي. دونك هنايا باش نزيد نحط الماسكاربون، ناخذ واحده ماسكاربون باش نحلها، ومن بعد ندخل فيها اكل كريم شونتي باش نحلها، ومن بعد نبدا نزيد في اكل كريم شونتي تنوري. بي باش نتوما تشوفوني شنو باش نعملو في نفس الوقت بعد ما حليت اكل الماسكاربون. دونك توا باش ندخل فيها هذه اونتروتون. هيا الوحده جايتني تويكا الجاتو نتاعنا امورها واضحه، جوست باش نحط لها شويه سيرو معناتها شحور يبدا خفيف على الاخر باش تجينا مشيحه البات نتاعنا، ونخليه شويه لا كريم تبرد تشد روحها، ومن بعد باش نعملوا بها. انا راهو حبيت نعملها هكا بالكريم ماسكاربون خاطر تجي ابان برشا من الكريم شانتي عادي، حتى كريم شانتي تقدير تنجموا تعملوا بها. باه باش نخلي هذه الفريجيدير ونتاكي هذايا توا تنقول لكم باش نعملوا لها. يلا خلينا نحط هذا في الفريجيدير ونجيكم.
ريتوها كيفاش تكستور، شفتوها كيفاش طريه. السر نتاعها هو كعكة الياغورت اللي زدناها. هنايا نعمل فيها هكا في دي ترو هكايا باش ناخذ شحور كيما قلت لكم، نحط فيها شويه شحور باش ما تجيش قلت لكم شيحه. الشحور لازم يكون خفيف. هنايا تو نشوف اللي به الفايده. مشيت عملت امبريسيون نتاع شيفر 3. انتم تنجموا تحطوا 4 5 اللي تحبوا عليه. دونكوني باش نجي ونعمل مرتين ثلاثه والديشي مانيش باش نلوح وباش نعمل حاجه اخرى. دونك عملت تو التروا الاولانيه، تو باش نعمل التروا الثانيه خاطر من بعد باش نحطوهم دو كوش فوق بعضهم. نقعدوا بالسكينه نتبعوا توا. خلينا الكالجاتو نتاعنا يبرد شويه، الكريم كيف كيف تبرد شويه. انتخو طون احنا خذينا اكديشي هذاك باش نعملو بيه لي بوب سايكل، عرفتوهم هذوك مكاليسوسيت هكايا يبداو مكعبرين ويبدا فيهم تحطوهم هكا مع الكاتو والا وحدهم هكا ياكلوهم صغيرات. يجيو بنين في نفس الوقت اقتصاديين وهكا بزيد حاجه في وسط الطاوله في السويت تيبل نتاعكم. دونك هوني فتفتو اكديشي الكل اللي قاعد لي من الكاتو، وباش نزيدو نكته شويه بركه شوكولا. هوني عندي شوكولا ذوبتها خاطر باش نحط فيها من بعد باش نكعبرهم هذوما، وبعد نحطهم في وسط الشوكولاته جوست باش تتلم وتولي بات. نستعملو لي دييت باش نعملو بيهم مكعبر. انا هوني الكعابر باش نوريكم دو ميثود. الميثود الاولانيه اللي انا نجم نزين بها من فوق الكاتو نتاعي، هذاك شنو باش نعمل ديجا، والا نجمو نحطوهم في وسط البوب سايكل كيما قلت لكم. معناتها لي سوسيت هذوكم موجودين عند اللي يبيعوا لي زوستونسيل نتاع الباتيسري. كعبرتك الكاتو نتاعي، حطيت فيه شويه شوكولا من فوق مع التيج باش يلصق ما عادش يتنحى، حطيته في الفريجيدير. توا عندي هوني شوكولاته ذايبه، دونك نجي هوني ونحط هذم هكا ولا فوالا باش تلحسهم الاولى ويحبوهم الصغار على الاخر. ما تعملوش بالكدا، شفت كيفاش ما بردوش بالكدا. هناخدو هكا ممكن ندورو هكايا سيسوهم بشويه. انا راه باش نزين بهم الكاتو نتاعي وباش نحطهم زيادة، كاين عندكم كونتيتي كبيره نجمو تحطوهم هكايا في كيس هكايا يبداو مزينين. هوني عندي ديجا عرفتهم كالفيرميسيل اللي نزينو بهم الزقوق نتاعنا وكل. دونك من بعد نجي هنايا ونحط فيهم الفيرميسيل كولوري، يحبوا الصغيرات الالوان فوالا. وهنايا توا هكا باش نحطهم يبردو، اما مش نحطهم كيما كانوا هكا، باش نشوف كيس ولا حاجه ونحط فيها. راني قاعده نلوج على كيس باش كي نحطهم ما يتهلكوليش. ليتهم احلاها. هاي خلينا نكمل الكعبات الاخرين ونرجع لكم. هاي لطفي جاب لنا فكره جهنميه، قال لي نجيب القرعه تحط فيها، قلت له هذا المطلوب. دونك شو عنا القرعه هذيا باش نحطوا هكايا، ومن بعد باش نحطوهم يمشيو يبردو في الفريجيدير. استنى لازم نركحوها عاد. فوالا كملوا الكعبات اللي بقاو. الكريم بردت، الكاتو كيف كيف برد. تويكا باش نعملو المونتاج، باش نجي هنايا وباش نحط ومنحاولو ما نكثروش برشا الكريم خاطر جينيرالمون الصغيرات يبلبزو رويحهم برشا، دونك ما يحبوش ياسر الكوش نتاع هكا الكريم. دونك نعملها انا كوش فين على الاخر من داخل سطو، ومن بعد باش نزينوها بال نحط الاخرى. توا نوريكم بيان سور كيفاش. ام بالحق البات هذه نجمو كيما وريتكم تعملوا بها هذوكم لي سوسيت، تعملوا بها لي كوب كيك، معها شويه بوب كورن، معها تنجمو تعملوا كالمغانك هكايا كولوري وتحطوا به. تويكا باش نحطوا الكوش الثانيه نتاع التخوا. حطيت الكوش الثانيه تو نتاع الكاتو، جاي منظره محليه هبال هبال. باش نحطهم بحذا بعضهم، قاعده نملا في الفراغات. اسمع حتى كان كسرت لكم شويه ما تقلقش، على خاطر من بعد باش تحطوا فوقها الكريم وتتغطى معنا. هذيك شنو صار لي انا تويكا، دونك هاني غطيتها بالكريم. ميروتا باش تعمل 3 سنين تو تفرح. فوالا هي لا جوست توا في فينيسيون، بعديك انا باش نزيد نستويها. المهم توا حطيت لي كوش نتاعي وكل شيء. عندي هوني كعبيت هكا ورديت باش نحطوهم، تلقاهم موجودين راهم في اللي يبيعوا الفازات تاع الباتيسري. نزيدوها شويه هوني، نجمو تحطوا فوقها ماكارون، اما بيسك انا ديشي نتاع الكاتو الكل عملت بيها كالكعابر، دونك لي بولات هذوكم باش نحطوهم فوق الكاتو.
الجاتو حضر فيه 3 سنين محلي مزيان ابنين متوقعات كان الاحتفالات باش نحطوه في الفريجيدير شويه يبرد ونرجع لكم. واي العيد ميلاد حضر، ركحنا الديكور، ركحنا كل شيء، وتوا باش نحضر قميره باش نجيب نعملوا العيد ميلاد نتاع قميره البنينه، وانتوما نخليكم في التوب ولا فلوب. اسمع اسمع، هذه سيدك بن سيدك رسيت والله عجبتني ذكية، والله رسيت ذكية. علاش ذكية؟ على خاطر نحس اللي فيها غوشيخش، والله ياسر سمباتيك، عملت كيما الكروك مسيو اما بالحديد. اي الحديد اللي نحدو بيه الفيغارو باسي هذاك. شا عملت هي؟ دو توست، عملتهم شويه زبده، ومن بعد حطت فيهم برشا انواع تاع فخوماج، ومن بعد حطت الالومنيوم فوقهم، وخذت الفيغارو باسي وحطته فوق الواحد، اما حط فيه شويه ماء باش يعمل لك الفابور والكل، وقعدت تتحدد. تحدد في التوست. هوني هي باش تعمل سوب ولا فازه هذيا، دونك نخليوها المره الجايه سوب. الله رجعت للواحد، خليته يتعمل بالكتير، رجعت له قعدت تتحدد في التوست. اهلا والله، هو لوجيك راهو بالحق، اللوجيك على الاخر زاد، معناتها الفابور والسخانه هذيك نتاع الحديد طيبت التوست وخليته عرفت لونه هكا دوغي شويه. هايله هذيا، واو كل فرماج جابت. يلا جربوها. بيه جبت لي زانغريديون الكل، لا محاله في الفارس باش نحط اللي نحب عليه. من بعد غيست لا تكنيك نتاع اسكو تعطيه لك كيما في البواله هكاك تجي دوغي والكل ولا لا. سخنت الواحد مليح، حطيت فيه الماء باش يعطيني هكا الفابور. هوني عندي بان دو مي، دونك باش ناخذو، عملت شويه زبده ذوبتها، باش نعملها هكا نقلبها كيف كيف. والله هذيا نتاع واحد عرفت حتى في بيت لوتيل يعملها. نجي هنايا نحط انواع الفرماج اللي نحب عليهم، نحط هذيا هكا فوالا، نحط جامبون، ناخذ كعبه جامبون نحطها، ونزيد نحط فرماج، نزيد نحط هذي خاطر حط برشا فرماج هاي، وانا جوست على خاطر باش نشوف لي ثيب اسكو بالحق معناتها يعطيه كيما قشعريك حطيتها في الفور وكل ولا في البواله ولا لا. هكا ملا 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 هذيا هوني باش نحل. عندي صبره الهريسه لازم نوزوزوها شويه. يب لاش تحتفي وحق. عندي مغرفه صغيره نحط شويه هنا، نحطها هكي ونجي من فوق نعملها شنو باش نعملو توا، نقصو هذا هكا هكا، ونحطو الحديد نتاعنا. يا بسم الله تنجح زعما. حطيت تمبيراتور ماكسيمال. قلت لكم التيك توك هذايا ولي ريزو سوسيو قاعدين يخرجوا في الماكله من قواعدها. الفخوماج ذيب والواحد شو كيفيه محليها. استنى ندوروها على الفس الثاني. تنجح يا شباب، تنجح تنجح تنجح. اما الفخوماج خرج على برا، خلينا جوست نخليوها على الجنب الثاني ومن بعد نشوفوا الاجواء. شنو هالاجواء المحليها، ملا ملا ملا. شوف الفخوماج كيفاش خنقصوها في زوز فيوحه. اما الفخوماج خرج على برا. الله 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 على البنا. استنى نقصوا الجنبون، شوف فرماج. ملا الافكار الجهنميه هذوما، الجهنميه على الاخر. منين باش نبدا انا تو؟ منين باش نبدا؟ وسخونه اون بلوس، سخون على الاخر. شوف شو الفابور كيفاه. نطلع منه شو؟ جات قرموشه من برا. توب توب توب، مالا تيك توك ومالا هوا. حسنو نخليكم توا في الدمق اشترى خطق.
الدمق متاعنا اليوم سبيسيال على خاطر باش نذوقوا من عند اول واحد اخترع كلمه مقلوب واخترع الروسيت متاع المقلوب. دونك مشينا سرحان في قلب اريانا اللي هو اول واحد عمل المقلوب باش نذوقوا وباش حكينا شنو حكايه المقلوب هذيا. يلا تاكل هنا احسن مقلوب في تونس بطبيعته هو الاولاني. احنا من عام 2001 نخدموا فيه توا برسك 22 انا سميته بدني بحكم اني خادمه البرا. هو البرا يخدموا في الكونسيبت اما مش هي برسك، ولكن انا بحكم اللي انا خادم عندي خبره معناتها في الريستوراسيون. هي الاسم جاء من اسم سوري، هو سيتان بلاي يسميه مقلوبه عند السوريين. لفات يحطوا الدنيا الكل بالعكس، حمل لوطه والخضره والدنيا كل ويحطوا الروز من فوق. جيت انا هنا وكانت الناس تبيع كان في الطابونه كاو، حتى الليباني ما كانش عن. قررت باش نحل حاجه فهمتني، جيت لهنا قلت هيا خليني نحل حاجه صغيره نبدا نشي بها فهمتني. كاو بدينا توكلنا على ربي، سميته ساندويتش مقلوب عجب الناس. اول ما بديت مقلوب طن، من بعد وليت سكالا، من بعد وليت شاورما، من بعد وليت ميكس، من بعد وليت فرود مير، ومن بعد وليت معناتها كل شيء نعمل فيه وخليتها الحمد لله شهره باهيه. وما نكذبش عليك الناس تجيني من سوسه، من بنزرت، من البلايص الكل تبارك الله ما شاء الله معناتها يعرفوا. انا مره مشيت لجزيره جالتا كان ما عرفوش توانسه، هي الجزيره اللي فيها بورقيبه. مشينا بالفلوكه غادي تحصرنا الموفيتون، بتنا غادي بيتونا جماعه عندهم فلايك يصطادوا المرجان بيتونا غادي، استدعاونا تعشينا وكل شيء واحد وقعدوا منين انتم من اريانا؟ من اريانا احنا رانا نجيو ناكلوا عند سرحان ديما المخلوق. وانا غادي بحذاهم في اخر الدنيا في جزيره بعيده فهمتني، قول لي عند سرحان وانا نحكي معاه صافي غرون بليزير فهمتني. هكا كي قالوا لي رانا احنا نجيو راه الغواصه وبالكهرباء هذيك واحد فكرتهم انا. وكي تمشي البلايس الكل سرحان، انت يا سرحان ضمني انا انصف معانا تويكا باش تعطينا الشهاده لايف. قالت لي انا كنت ايتيديونت لهنا في 2009 نسكن في الفوايي هذايا، تو انا اونسينيونت نجي للغيونيون في الكريفوب لهنا نرجع للريستورون اللي كنت فيه وانا ايتيديونت. تلمون قعدت في البال من ايام الفاكولتي، تو انا راني استاذه ونقري ونجي ناكل هوني نجيبك الحنين ونجي الاريانا ناكل هوني. شهيتني يا انصاف شهيتني. قولوا قولوا باش ترجع راه اسكالوب اسكالوب فرماج صحيح. الحمد لله عندي سمعه طيبه في تونس وهذا كرزق الناس الكل بدات تخدم فيه فهمتني. انا فرحان بابا الله يرحمه دون طون اختار وحتى انا من السويد هذا 2001. قال لي وليدي شنو هو المقلوب هذا؟ قلت له بابا راه ساندويتش واحد. قال لي وليدي برا قيد. قلت له بابا باش نقيدوا باش نقيد تونس نقيدوا فيها؟ اما هي شوف قسم بيد الله خلي الناس تخدم حتى لو كان انا قيدت وخدموه العباد حكايه فيها. وكيما ربي اعطى خير ولينا يعطي ان شاء الله للناس الكل. وهذيك الدنيا هذيك حال الدنيا كاو شو البيتزا احنا قبل اللي يعملوا البيتزا ويحطوا لي زانغريديون فوقهم فرويد مير طن. احنا شنو نعملوا؟ احنا نحطوا لي صوص نحطوا الطن ونغطيوها بجبن. علاش كي تجيب جبن مع الطن في الفور تولي ابن خير من حاجه فري. دونك البيتزا حتى البيتزا مقلوبه نعملوا بها، نعملوا مقلوب، نعملوا بيتزا تورك، نعملوا بان كورنين، نعملوا حتى لي بلان، نعملوا كل شيء معناتها اللي يحب يجي ياكل لي بلان عندي لي سباغيتي لي كات فروماج الدنيا معناتها اللي ياكل راهو يرجع يعرفوا هما. هذيك توا هذه جديده عندي توا نخدم فيها عندي 6 اشهر وحاجه معناتها ستان ديليس مش ما غير ما نقول لك انت يا باش نعمل لك منه تاكلوا ومن بعد اعطيني انت رايك انا مش نسكت. هاو جي ميرسي بوكو. اون اتوندون تويكا المقلوب نتاعنا قاعد يطيب باش نجربوا سبيسياليتي نتاعهم الجديده اللي هي الفوندو اللي هو الاسكالوب يعملوه بليزيبيس وكل شيء ويعملوه على البلانشه هكايا ومن بعد من فوق يحطوا فوقه الجروير هكا حسيل والخبز قرموشه بنا عالميه. دونك هم شندوقوا تويكا حتكش يحضر المقلوب نتاعنا هو راهو يشهي على الاخر. من لبنا هبيل هبيل حاجه مانيفيك بنين برشا اون بلوس ما انت عرفتك اني مع الخبز والكل الصوص نتاعو غاصه في وسط الخبز بنين غورمون مليان شخشخ يجب جربوه. والله شوف باش نكذب عليك ما نعملوش هوني ولكن ناخذ فيه دومي كويسون شركه فرانسيس ستامبا معناتها تراديسيونيل فرانسيس. شوف فاليدي مع عند لندا بيان سور بيان سور فاليدي بيان سور هذيك المدام ربي يفضلها فهمتني هذيك وجه الخير علي اسمها بن عثمان. علاش قلت لك هذيك وجه الخير معناتها سبحان الله ما هي شدت معايا الكيسه وضحت معايا تروح من الفاك تجيب حذايا وقت كنا مخطوبين معناتها فهمتني تجيب حذايا ضحت معايا وهي مشرها وسمحه وتضحك للناس الكل حبوها الناس
الطفل حتى كي ما عادش هني وين هيك الطفله السمحه وين هيك الطفله الشالوله الطفله تقرا على روحها وشدت لي اخرى انا كليون اللي معناتها اللي نذوقهم الفوند واللي ما يعرفوش يتعدى الكاسه نقول له براكون ما يعجبكش ما تخلصوش يبدا ياكل في الشطر نتاعو في القدمتين الاولانيين يبدا هك يبدا هك يبدا هك دونك انا نتهنى على بليساتي ونتهنى اللي ربحت كليون اهو والمقلوب جي بيان سور مع المساند الرسمي للبنه التونسيه البوغا المقلوب نتاعي اليوم رويال علاش خاطر نحط فيه عدس نحط فيه برشا فخوماج مي الكاري للدنيا الكل غرويير زيده والغرويير زيده والبات ان فيت شنو هي البات فين معناتها مش كلي برشا خبز هكا وبرشا بيبه مشخشخ مشخشخ على الاخر وريحته فيه وحسخته وبنين عندهم اسوس يعملوها اللي هو يقول لك نحط الجوتا شنو فاست الجوتا في اي نوع نتاع مقلوب يحطوا شويه جوتا بوغ فيغ هكا لا ليزون ما بين السلطه ما بين الاسكالوب ما بين الفخوماج والدنيا الكل هنذوقوا اسمع سرحان ودني اليوم بالكوردون بلو شيخات هوني لا تكستور نتاعو كيفاش فوالا ظهر فيه بنة عالمية أنا راه ذقت الفوندو خليت بلاصة للمقلوب بيان سور مالا شنو الباتة خفيفة ليزانغريديون كلهم معندها كسكروت مشخشخ مقلوب مشخشخ ياسر منين عالمي لازمكم تجيو بالضفوف ما فيش كلام شنو توا ناقصها رشيفة بوغا سيدر كيما نعرف هنا حاجة مانيفيك هذا المطلوب ملا فوندو ملا مقلوب وملا سرحان وملا امبيونس سورتو العبيد غادي اللي تخدموا كيفاش هكا في جرة بعض وتك تك 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 حسيلو محليهم وان شاء الله عجبتكم الحلقه نتاع اليوم كالعاده تلقاو على اليوتيوب تنويشه مفسره حاضره باش كهو تلقوني في رمضان باش نتناقشوا باش نعملوا حاجه بنينه مع بعضنا كان عجبتكم السيزون الاولى بيان سور لازمكم تشجعوا وتبارطاجوا وتعملوهم الكل ونتقابلوا احنا في السيزون الجايه نتاع شاوت صبيه بوسكم برشا تشاو